أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين في حلقة جديدة من برنامج تعظم نفس الرب. هنقرأ مع بعض من إنجيل لوقا إصحاح 8 ومن العدد 22. وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم: لنعبر إلى عبر البحيرة. فأقلعوا، وفيما هم سائرون نام. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء، وصاروا في خطر، فتقدموا وأيقظوه قائلين: يا معلم يا معلم، إننا نهلك. فقام وانتهر الريح وتموج الماء، فانتهي وصار هدوء. ثم قال لهم: أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح والماء فتطيعه. مين ده؟ مين الشخص ده اللي بيكلم الطبيعة وبتسمع كلامه؟ بيكلم الهوى وبيكلم البحر وبيكلم الموج وبيكلم قلبك. سامع حاجة؟ بينادي عليك بكل الطرق الممكنة، بيقولك أعمل عشانك المستحيل، أصنع ودان للطبيعة عشانك. يا كل شخص سمعنا، ممكن تقول معانا: يا رب انتهر صراعاتي وأمواجي وأفكاري، اديني سلام وزود إيماني. أمين. أعزف ليك بالأوتار وارفع إيدي لك يا بار حبيبي حبيبي. بجي قدامك مشتاق ليك، محضورك وده حبا فيك حبيبي حبيبي. يوم ما نادتني قلبي داب، قررت امشي سكة معاك حبيبي. خدت بإيدي رفعتني ليك، شكرا على حبك يا مليك حبيبي حبيبي. بالنعمة بقى ليا مكان، حافظه بإيدك من زمان حبيبي حبيبي. قلبي مديون شكرا ليك، اديني صلوة اطلق بيك حبيبي حبيبي. شكرا 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 ليك، بالتسبيح وترنيم ليك حبيبي حبيبي. وملايكة بترنم ليك، ليل ونهار بتنادي عليك حبيبي. بالنعمة بقى ليا مكان، حافظه بإيدك.